مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. شارك شيرو بقناته على يوتيوب فيديو بعنوان رح اترك اليوتيوب بسبب مرضي، حيث حكى بالفيديو انه من فترة عم بيعاني من مشاكل صحية متعلقة بالعملية اللي عملها قبل سنوات، وقرر يترك اليوتيوب لمدة فترة معينة ويرجع لمتابعينه بعد ما يطيب ويتحسن صحيا. نزلت نور ستار صورة جديدة من فيديو كليب أغنيتها الجديدة اللي راح تصدرها قريبا، وسألت المتابعين عن توقعاتهم عن اسم الأغنية وأرفقت السؤال بهاشتاغ بلوك، فأغلبية التعليقات توقعت أنه اسم الأغنية حيكون بلوك. شو رأيكم؟ شو هو اسم الأغنية؟ اكتبوه تحت بهاشتاغ بخانة التعليقات. شارك ريدر فيديو على يوتيوب من بعد ما نزل أغنيته كرنفالي قبل أسابيع، واللي كان فيديو أسئلة وأجوبة حول الأغنية، فجاوب فيه عن مجموعة من الأسئلة بخصوص أغنيته الجديدة، فمن بين الأسئلة اللي جاوب عليها كان شو مشكلتك مع أحمد أبو الرب وليش قصفته بالأغنية؟ وجواب ريدر كان لأنها آخر أغنية بالنسبة لي أفضل أغنية غنيتها حاليا. في مشكلة بينك وبين أحمد أبو الرب ولا ماكو أي مشكلة بيني وبين أحمد أبو الرب؟ مجرد حبيت أشاق وياه، يعني أمزح وياه، فلأن هو أشاق وياه مزح وياه، فحبيت بس أرد له المسحة، يعني مو إنه يعني ماكو أي مشكلة. من بعد غياب أنس وأصالة لفترة رجع أنس بستوري ليطمننا عنهم، فشارك هذا الستوري القصير اللي بتظهر فيه أصالة بالبيت، فهذا يعني أنه أصالة رجعت للبيت من جديد وتحسنت صحيا والحمد لله. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.